نادين الراسي تجهش بالبكاء في الذكرى الثانية لرحيل جورج الراسي وتستذكره بكلمات مؤثرة: ألبمات. عشنا سوا، ربينا سوا، أحضن بي وأم ربونا، تحكي أنت، تمزح أنت، أضحك أنا، وبكل طولة بال حملونا. تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الحدودية بين لبنان وسوريا خلال عودته من سوريا بعد إحيائه حفلاً غنائياً هناك، حيث اصطدمت سيارته بالفاصل الإسمنتي الموجود في وسط الطريق ما أدى إلى وفاته على الفور. وقد أحيت شقيقة جورج الممثلة اللبنانية نادين الراسي ذكرى وفاة شقيقها بالدموع، حيث استذكرته بكلمات نابعة من القلب عبرت من خلالها عن شوقها الكبير لشقيقها وفقدانها له، لافتة إلى أن الحياة بدونه لا تعني شيئا وأنه ترك أثرا وفراغا كبيرا بعد رحيله. بكرة بيت جديد لو فليت، أهلي بضلوا نور عيني. هي. شكرا نادين. وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مقاطع فيديو مختلفة استذكرت من خلالها شقيقها الراحل جورج الراسي، حيث ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تكتب رسالة لشقيقها على أنغام أغنية الفنان اللبناني آدم يا أيام، وبدت متأثرة بشكل كبير. يا أيام ليش برمتي فينا وفي فيديو آخر عبرت نادين الراسي عن حزنها الشديد لرحيل جورج الراسي، إذ قالت: كلنا بنعرف إنه الموت حق بس ما يكون غصيبة، مشيرة بالمقابل إلى جمال شقيقها الراحل لتجهش بالبكاء. كلنا بنعرف إنه الموت حق بس ما يكون غصيبة، ما يعرف إنه بيكون حق يا حضرة ما اسمك يا بابا، يا دلع قلبك يا امي، حبيتكم كلكم. وفي سياق متصل، نشرت إحدى المتابعات مقطع فيديو شاركته مع نادين على حسابها عبر إنستغرام، ظهرت فيه نادين برفقة شقيقها الراحل جورج في مناسبات مختلفة، حيث أرفق الفيديو بالتعليق التالي: ستبقى بقلوبنا دائما وأبدا، جورج ونادين كل الحب بقلبي إلكن ولكل عيلتكن، فراق أغلى الناس عقلوبنا، هيك بلحظة منا أصعب شعور بيوجع وبيقتل من جوا، ما في أوصف بالحكي لأنه قد ما حكينا وعبرنا بس الحقيقة كانت صدمة قاسية علينا كتير. نادين أنت قوية وهيدي مشيئة ربنا، أنت هلأ عندك عريس بالسما، صح جورج اليوم على الأرض منه معنا بس مثل ما قلت بأول الجملة، جورج رح يضل بقلوبنا دايما وللأبد. أنا كتير فخورة فيكي وبحبك كتير لا تخلص الدنيا. لو سألوني قلبك انت من هالعالم مين اختار؟ قلن انت